شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خلاص شفنا التستنج بتاعنا ان جي سبميت، وشفنا اول ما عمل سبميت جبنا الداتا، جبنا الفورم كلها وجبنا الانبوت لوحده وكل حاجة تمام 10 على 10. الموضوع الى حد ما ممكن يكون واضح، لو في حاجة مش واضحة زي ما بقول لك كل مرة تواصل معايا. جميل جدا، هنخش دلوقتي على ايه بقى؟ على السيميلر. اول حاجه، هو المفروض دلوقتي اما بعمل سيميلر ويجي علامه ترو او اشيل الترو، ايه اللي بيحصل؟ مش بيحصل تغيير؟ اه بيحصل تغيير، يعني مش فاهمك برضه. هقول لك تمام، دلوقتي هروح على السيميلر بتاعي الانبوت اهو، هقول له ايه؟ هقول له تشينج. مش هو مش احنا قلنا ايه؟ بيتغير تشينج. اما يحصل تشينج يعمل ايه؟ اعمل لي فانكشن معينه ولتكن سيميلر، وليكن ايه؟ سيميلر، سيميلر جروب. صعبه ديت؟ مش صعب. وهديله هنا ايه؟ هديله دولار ساين ايفنت، هقول له روح كريتها لي فان في التايب سكريبت الخاصه بيها اهو. ايفنت سيميلر جروب بياخد انبوت ايفنت. حلو، هقول له اف، وركزوا بقى معايا، الايفنت بتاعي دوت هات لي التارجت تمام دوت اتشيكد، تمام دوت ايه اتشيكد تمام. طبعا هو هنا جاب لي ايرور، ايفنت دوت تارجت دوت اتشيكد جاب لي ايرور. ليه؟ بكل بساطه لانه مش قادر يفهم ان ده ايه، ده element html. طب هعمل ايه؟ بكل بساطة خلينا نجرب كده، لو عملنا كوسين كده تمام وقلت له هنا html input element خلاص راحت. انت عملت ايه؟ طب ما تفهمنا، هو انت بتعمل وخلاص ولا ايه؟ هقول لك ما عملتش اي حاجة، كل اللي عملته اهو تمام. انا كده عملت event.target.checked، عاوز اعمل له كاستنج. طبعا انت واحد برضو عارف يعني ايه كاستنج، بعمل كاستنج الحاجه عشان اعرفه ان ديت element في ال HTML. فبكل بساطه عملت كده، حطيتهم ما بين قوسين اهو، القوسين دول تمام، وعملت اللي هي علامه اكبر من اصغر من تمام. وقلت له ايه؟ قلت له ده HTML input element. قال لي تمام في حاله انه ايه؟ اتشيكد. ركز معايا، في حاله انه اتشيكد يعني انا في حاله ان عملت عليه ترو، هيعمل لي ايه؟ بكل بساطه هقول له ايه؟ انا عاوز اساوي الفاليو بتاع ده بالفاليو بتاع ايه؟ بتاع ده. جميل جدا، هقول له ايه؟ هقول له this دوت دوت ايه؟ هجيب البرنت بتاعي اللي هو فان البرنت. ركز معايا، خلينا نجيبه من فوق على طول اهو، اهو دوت البيرنت دوت. هقول له ايه؟ هات له كنترولز او دوت كنترولز تمام دوت دوت ايه دوت، او احنا اتلخبطنا، لا تمام دوت الايه. انا عاوز اجيب ده اللي احط فيه الداتا بتاعتي اللي هو التو بيرسون تمام. طبعا هو مش لاقيها، هو ايه مش لاقيها. خلينا كده نشيل ديت دوت كنترولز اهو تمام دوت، عاوزين نجيب اسم الايه، اسم الجروب اللي هو تو بيرسون تمام دوت فاليو تمام. مفيش مشكله تمام، ركزوا معايا عشان ما نلخبطش. تعالوا كده بس نشوف حاجه، احنا قلنا عاوزين نساوي ديت بديت، يعني هحط الداتا بتاعت ديت في ديت. مركزين معايا؟ مركزين معايا اللي عاوز اقوله؟ اه مركزين. اذا انا المفروض الانبوت بتاعت ديت اسيت فيها الفاليو بتاعت ديت. جميل، اذا اللي احنا عاملينه ده ممكن ما يكونش صح. ليه؟ المفروض اجيب الاول تو بيرسون، جبت تو بيرسون تمام، مش فاليو بقى. هقول له ايه؟ دوت سيت فاليو، سيت فاليو تمام. هتسيت فاليو ايه يا عم؟
هقول له this dot check out parent group dot controls dot هنا تو بيرسون، عاوزين نجيب ايه بقى؟ الفورم بيرسون. جميل اهو دوت فاليو. لا انت لخبطتنا يا عم، انت لخبطتنا ومش فاهمين منك اي حاجه. بكل بساطه سيبك من اللي انا عملته خالص، احنا لغايه دلوقتي فاهمين لغايه هنا الاف، تمام؟ فاهمين الاف وكل حاجه تمام. اللي احنا بقى عملناه، عملنا ايه؟ اسمع مني دلوقتي، انا عاوز اما اعمل سيميلر انقل الفاليو اللي هنا انقلها فين؟ هنا. ركز، انقل اللي هنا انقلهم هنا، دي الفورم جروب ودي التو جروب. جميل. هنا عملت ايه؟ this dot check out parent group dot controls، بجيب الكنترولز عشان اقدر اوصل للايه؟ للايه؟ للجروب بتاعتي. دي طريقه ثانيه عشان تقدر توصل للجروب، فبعمل this dot check out parent group dot control، تمام. قلت له dot two person، two person اهي، تمام. دي اللي انا عاوز احط فيها ايه؟ الداتا. قلت له دوت سيت فاليو، اعمل لي سيت الفاليو بتاعته، تمام. حط في الفاليو بتاعته ايه دي؟ كده انا جبت ايه؟ جروب. كده شغال في جروب لغايه هنا، جروب. دوت سيت فاليو هعمل سيت للفاليو بتاعته، تمام. من ايه؟ من اللي قبليها اللي هي الايه؟ الفورم جروب، تمام. اهي قلت له زيس دوت شيك اوت بيرنت جروب دوت كنترولز، جبت الفورم جروب وقلت له الفاليو. اذا من كلامي عشان تقدر تعمل حاجه زي ديت لازم الانبوت اللي هنا، اللي هنا قصدي اهي، يكونوا زي الانبوت اللي هنا، صح ولا غلط؟ تمام مفيش مشكله. تعالى كده نجرب، نعمل ريلود اهو، تمام. الفورم اهي، هعمل هنا 1 هنا 2 هنا 15. ركزوا معايا، هعمل ايه؟ سيميلر. شايفين؟ شايفين اهو 1 2 15. اذا تمام، اذا ايه؟ تمام، العمليه ماشيه زي ما انا عاوز. لو هنا عملت 3 تمام، طبعا المفروض تعمل ايه؟ سيميلر تاني ايا كان كده، تمام. كده احنا عملنا اللي احنا عاوزينه. طب دلوقتي المفروض اما اشيل السيميلر مش دول يرجع لهم ريسيت؟ دول يختفوا تاني، يعني الانبوت تكون فاضيه، لان انا ايه؟ شلت الايه؟ الترو. هروح هنا هقول له إلس، ركز بقى معايا. إلس ايه بقى؟ هقول له زيس دوت اتشيك بيرنت جروب، تمام، دوت كنترول. هجيب الكنترولز بتاعتي، تمام. عاوز ايه؟ التو بيرسون. جميل. دوت تو بيرسون. عندنا فانكشن اسمها ريسيت اهي. ريسيت بتعمل ايه؟ بتعمل ريسيت للانبوت بتاعتي. هنروح هناك، ركز معايا اهو 3 1 55 سيميلر، تمام. قال لي 3 1 55، شلت السيميلر. شايفين؟ شال الانبوت بتاعتي. كده يا جماعه انا وصلت للي انا عاوزه. كل الفكره او كل الحاجه اللي انا ممكن اشوفها انها ممكن لازم تركز فيها، انك شوف انت بتعمل سيت لايه في ايه. يعني انا بجيب الفاليو بتاعت ديت احطها هنا، عشان كده انا هنا جبت الجروب اللي هو ده، تمام، عملت سيت الفاليو لديت. فدي انت ايه؟ ركز عليها، هتلاقيها سهله ما فيش اي مشكله. وهنا عملت ايه؟ ريسيت، ما فيش اي مشكله. هروح هناك عندي تشيك بوكس سيميلر، كنترول سي، تمام، كليك يمين، جيت اد في سي اس كوميت، كنترول في، هعمل كلوزس، تمام، كوميت اند بوش، كوميت اند بوش، بوش. هستنى عبر ما يعمل بوشنج. عمل البوشنج، هروح هناك هلاقي عمل لي كلوزد والكوميت بتاعته وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش هتتواصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.